كما قال قبيلة سفيان الدهش اتوال 707 اتوال واحد دياز كود يوصلك للخمسين مليون كاش. من هذه اتصال تونس فريق الحلو فريق الحار قلبي معاكم فريق الحار اما المستحيل ليس جبسيا هكا ولا ما تعرفش عليها يا سي وليد بالله فكرتك عليك اما هذه عليها نكته حلوه برشا صديقنا وتحيه ليه جلو جلاسي عنده خوه عامل كوب يظهر في الناي في فرقه اذاعه وتلفزه جاء الله يرحمه عام كتار من ليجي قال له يا خويا بلا مرة بشار عامل كوب يا خويا ما مصتو قال له سي عم طارق خويا قال له ما ناس طيبه الله يرحمه سي طارق من ليجي وتحيه لجلول جلاسي يا سيدي باش تفيقوا لي تولي ولكن المعلومه اللي ما تعرفوهاش في السويت يا عبد الحميد اللي شماتة هي عنوان وبما انهم جماعه رابحين باش يسلخونا ببره عندكم منو فيه قانون طرقات عندك منو فيه من القائل منو فيه الالغاز منو املاء ولكم سديد النظر فريق الحلو واش تختاروا لهم الغاز ولا اختاروا خويا ما عندك انت الغاز 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 ماذا بينا الغاز احنا في دبوزه غاز ليهم هما اي ليهم وانتوما احنا ماذا بينا نرسل الحاج قانون طرقات فريق الحلو فريق الحار الالغاز شيب ده القصف العشوائي يا سي عبد الحميد الله يبارك ديما ما دابش متى نبداو باللي تشمتوا فيهم دونك نبداو بشكون بيهم به اوكي سيب ما قدامكش ميك لا فما خلود خلود شوف لو مرمز سلاطه غله حاجه والله على ما سخفوني الواحد شهيد قد نحضر له كيفاه على ما سخفوني الشهيد قطعت يا وليد ريتك دورت وطعم 700 الف حط كل شيء في فلوس المهم الشيك وين؟ في مكتوبها. كي تبدا تجري في سباق فيه 100 واحد وتسبق الثاني قداش تولي الرتبه نتاعك؟ الاول. 100 واحد تسبق الثاني. نسبق الثاني هو الاول. وحنا نوليو هنا. الاول. شيخ الباشا ثاني. قال لك تسبق الثاني انت ثالث معناها. انتهى التوقيت. فات التوقيت. الثاني. واحد تسبق الثاني. مروان. ثاني. مروان قال الثاني ما سمعش كلامكم مرة أخرى عبد الحميد. مرة أخرى يصر إنه ما يسمعش كلام عبد الحميد. هات الفرق. أنا مانيش مسؤول. جيب الفرق. خاطب في عائلتك ماني مسؤول على حد شيء. عبد الحميد كان يقف مرة أخرى. أنا راهو. صحيح. قطع يجري. انت قلت الثاني عبد الحميد قال الاول وانت قلت الاول كي تبدا تجري في سباق فيه 100 واحد وتسبق الثاني قداش تولي الرتبه نتاعك برافو مروان ثاني شو مسيك شو مسيك هاي والله صرت حنوف فهمت مش هاي يا ودي غنمني ترفع له القبعه ترفع له القبعه يعني رفعت صحيح أنا متفائل أنا الحقيقة متفائل عنا توا اللغز الأولاني تحل اللغز الثاني شنية الحاجة اللي راها كل يوم ما نجمش نمسها حروفها الأولانين يقتلوا وحروفها الأخرانين يتشربوا سماء حروفها الأولانين يقتلوا وحروف الخرانين فاتوقي انت التوقيت طيب انت التوقيت سماء وماء سماء سماء وماء سماء سماء جواب صحيح برافو سماء انا في الانتاج ما عندك انت انا انتاج مره هو انتاج مره ما زلت انت باش تنتج لو باش تنتج لك انتج لك البطاطا سمع وما قلت سمع وما قلت انتاج منا مازال انتاج طيب انت تبربش فيه وبعد نقعد انا نشجع فيه لن نخلي سيدي هز جرينات وش بيك بالبخس ارفع بالبخس رفعت القبعة هذا وسيعة اما قبعة سيئة بالتعقب قبعة سخت القديم سخت
انا القديم فسخته تو الامر الطفل هذا يزيد شويه كان حلو غزي خر مشينا يعطيني براس اللغز الثالث كمل هك شنو الحاجه اللي تتعلم منها ماهيش انسان وعندها اوراق وماهيش نبات طرات الله ذي تعلم منها ماهيش انسان وعندها اوراق شنو هي كتاب انت التوقيت هاي الكتاب كتاب ماكش مغشش عبد الحميد ماكش مغشش وش يهمك فيه عبد الرقم تغشش تشنو معنى شو صحيح وبرا تغشش انا ريت البرتورباسيون هذه مش عاجبتني نعم تركيز هذه مش عاجبتني هذه كيما في ماتشوات الهوندا اللي ياخذ وقت كيما ماتشوات الهوندا اللي ياخذ وقت مستقطع ويكسر كنا ماشيين ثلاثة ربي يقدر الخير الرابع أم ليندا أمها أي عندها أربع بنات ووليد هما أحمد مريم نرمين وإيلين الرابعة شو اسمها أم ليندا ما هي ليندا أم ليندا قالك أم ليندا عندها مريم وعندها نرمين وعندها إيلين تقول لهم ليندا 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 يا ليندا 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 يا حياتي هم يخطبوها حبوا ياخذوها جواب صحيح أربعة الغاز حسستكم ليش مسجاتك تخطبك تخطب لك نحن زوز وانت ما اكيد شك ما اكيد زوز من بعده سلم قلت كلامي تسرح الطفل تسرح والله محلاه الوليد اما استراتيجي نتاعهم ظلي غالطه خاطر انا في بلاصتهم قياس على الطاوله للغاز ما نمشيش فيهم برشا ولكن دار لي انت مش خلطوهم احنا خاطر هما زواوله اي اللغز الخامس اقعدوا مركزين انا مركزين بحول الله عائله كويتيه متكونه من سته بنات وخو لكل واحده فيهم قداش عندنا من قداش عدد الاخوه قالك معناها سته بنات وخو معناها سبعه وكل واحده فيهم قداش عندها سته اخوه سته اخوه انت توقيت سته اخوه قداش سته سبعة عدد الاخوه عدد الاخوه سبعة خو كل بنيه دوك خو سبعة يجيو طلعها جمال لما ما فهمتش علاش ولا خو ولا سبعة عبد الحميد قال لك سفيان عنده اقتراح كيفاش سفيان انا من رايي يطلع الكويت شوف العائله هذه احسبهم وجه انا ماشي باش نعمل عمره تو نعمل قصه من غادي مثالش عندنا اربع الفريق الحار اربع الغاز بين اربع على خمسه صفا برافو فريق الحار سليمان عشية زرقاء بلانتا سليمان بلانتا يا سليمان بلا فم هو جملة سليمان هي تبلانتا يا سليم لساني كتير يا رضاش يا رضا وقياس يا اخي شعر واصفر سليمان يا قياس انا باش نعطيك سر توا ايوا انا راني خبيت عليك حاجه من اللي احنا صغار صغار انا ما اسماعيل في الدنيا عاتول اسماعيل اما في البطاقه اسمي لؤي ما يخرجش عليك ما يخرجش عليك لؤي ما يخرجش عليك الحاج لؤي حاج صباع مش حاج لؤي تو يخرج علي هذا حاج لؤي وانا على فكره يا حاج لؤي عبد الحميد يولي وائل حجلولو حجلولو بعثت المرأة دار بيه اي طلع ليش هليش يا ودي امنا عبد الحميد اي ملي شفت البنية هذه اي جيبوا لعيب اسمع جيبوا لعيب سليمان اسمع اجي نمشي وغادي ليش خرج اسمع وتعلم هاني نسمع فيك قلت الكبرى ايوه انا داير لا لا مش يقعد يهجي عندي ما عنديش وقت وعندي عباد جاي باش تفطر وعندي كذا سفيان سفيان سايب عليك سايب سايب عليك انا داير مانوش طبيب واللي نمشي له على الروماتيزم والرعشة يقول لي باش تبرا صعيب بربي اعملها في صعيب اعملها في صعيب هاي طيب يا يا قرانك هذي وتشد دارك تعمل ضربة بوفيس وترقد أمريكا
نايدا يا مالوش طبيب واللي نمشي له عالروماتيزم ولا الرعشة يقول لي باش تنفهم راس عياب لنفعني قرم في اللذوم لا فيك السب وكيف شربت من عصيرك وليت انتنتن تقول ما تريك السب يا وانا قاصد ربي في الحلال ومستعد نجري لك بالماندا بتاعي برجع بلانا نرجع غلال عالجالك 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 احسبهم تباعوا العلي والمخزن والزيتونات يا ان شاء الله كان خذيتك تسامحني المرحومة ام البنايات هيا يا ام طيب بابا هاي عم اسمعي هاي جايب سيرتيفيكا عم اسمعي ذاك تاع دواء الروماتيزم عم اسمعي الله يبارك لك برحمة بوك العجي الله يبارك لك هاي رجع رجع عندك برمي عندك برمي عندك برمي عندك برمي ثلاثة برميات ولا ما انا بعد جيت ثلاثة مرات انا الكل اعتبروا بالاقدمية قانون طرقات ان شاء الله يكون الاختيار صائب ان شاء الله ما نتخذوش فيه فريق الحلوس كيف نراو البلاكه هذه المعلقه على كاميونه ايش معناها الاقتراحات العربه تنقل مواد سامه وقاتله العربه تنقل مواد اكله ومبيده العربه تنقل مواد تمثل خطر وعدوى ها هيك البلاكه هذيك الكحله والبيضه سلم عليك سلم عليك يبارك دي تشوفي خير مني ما تشوفش من بعيد هيك هنا زاد ها مبيده 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 اكله ومبيده هاي انت التوقيت اعطيني الاجابه ايش عملوا هذا شي قانون طرقات مواد اكله ومبيده موافقينها مبيدة مبيدة هذا مكتوبة كروزي شكل علم جبتوه العربة تنقل المواد أكلة ومبيدة جواب صحيح رانيا سنة سلطان رانيا سلطان رانيا بالقوية قرب القوية أنت قصلي هو قال لي الأشقاء ماذا مهيش باللغة الفرنسية هو ما فهمهش ما فهمهش كروسي معروفك هو حتى بالعربي ما فهمهش ما نكمل بلا يشوش راه ويش قايلها أكلة ما نتاكل السؤال الثاني ربي معنا ربي معنا ربي معنا كي تبدا تسوق في كرهبة في بريطانيا تتخطى 5000 جنيه استرليني ليني وقت اللي الاقتراحات تتعدى في قلتة حاشاكم تاع ماء وتش المترجلين طبعا مش مرجلين تركب معاك حيوان أليف وتخلي شبابك محلولين ويمرض ولا تبدا تسوق وتاكل فرد وقت 5000 جنيه استرليني تبدا تسوق وتاكل فرد هاي انت توقيت تبدا تسوق وتاكل فرد وقت تبدا تسوق وتاكل فرد وقت برافو جواب غلط يحكي على صوفيا توا عدلت توا لازمكم تفرحوا خاطر مازال عندك شانس اخرى حتى كان يجيبوا على بقيه الاسئله كل صحاح تعدى قلت انت توا خويا عنقر كبوسك عنقر كبوسك عبد الحميد عنقر كبوسك عبد الحميد ربي قيد في الحفل وتكركيب ظهر فيها اخويا وينو كسماعيل هذا باش نزل خلي باش تجي باش الكركب لنا مره مروان معنا حد يروح متغش مع اتصال تونس الناس كل تروح فرحانه فريق نحن مطالبين بثلاثة إجابات صحيحة توا ممنوع الخطأ الخطأ ممنوع. الوحيد شيت من البريطانيا تقول كي تسوق الكهرباء بسرعة منخفضة دون موجب وتعطل حركة الجوالين تتخطى بمبلغ 60 دينار 40 دينار ولا 20 دينار هذا في تونس ولا بريطانيا نورمال مور كل عشناه هذي 60 مش تعرف قلة الفهم لو انت قلت 60 دينار يقولك في تونس هذي في جنوب لا قلتش يحكي على دينار كويتي ما تعرفش عليه اي دينار سكون دينار كل واير بيبيع بيوتناش حصل قديه 60 دينار 60 دينار برشا تبدا تسوق بشويه 60 دينار برشا مش برشا وكي تجري معناها رادار 60 دينار
للاسف اللي جاب غلطه. 20 دينار يا لطفي، مبروك على الفريق الحار. ولكن نكملوا كالعاده الساده المشاهدين، عندهم علينا حق انه نكملوا الاسئله الكل، ولكن خسرتوا الزهومه نتكركيبه. غريبه التكركيبه. ديف واحد ديف واحد نقرب علينا. اش طيب يا صاحبي؟ اش طيب؟ قوين قوين قوين. السؤال الرابع، اول رخصه سياقه خذتها المراه في المملكه العربيه السعوديه كانت عام 2011 جويليا شهر، 2018 العام جويليا شهر، والا 2021 وشهر مارس. 2021 يعني خاسرين 2021 مارس. مارس. مارس 2021. ولا حسيتهم ياثروا عليك سلبا. 2018 جويليا 2018 اللي جابها غالطه. والله 15 21. السؤال الخامس. السؤال الخامس. في البوسنة كي تبدا متربص في السياقة وعمرك تحت 23 عام، يمنع منعا باتا انك تسوق الكهرباء وحدك وواحد من الاولياء نتاعك مش بجنبك، تسوق الكهرباء وانت مش لابس حزام الامان والخوضة، ولا تسوق الكهرباء في الليل لمدة عام كامل، ممنوع منعا باتا. ممنوع تسوق الكهرباء ومعك صوفير. هذه قرفة. ثالثة تسوق الكهرباء. اي مش في الليل. هاي انت التوقيت اعطيهم الاجابة. الاولى تسوق الكهرباء وحدك وواحد من الاولياء نتاعك مش بجنبك. وربك يطيح في فريد الحلو. اجابة غلطة، تسوق الكهرباء في الليل لمدة عام كامل، ممنوع منعا باتا في البوسنة كي يبدا عمرك اقل من 23. عندكم نقطة على خمسة، فريق الحلو وفريق الحار 4-5. برافو. فكلكم الزهومة. هي دوزا دوزا. أنا ننصحك برا اختف عمك إسماعيل. لا خليك تيح زين ونزيدوا لنا زوز من عندي. أووو شي برا. لا 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 برا بالليل. لا لا سلامة عبد الحميد. سلم على زبيدة شنو اسمه؟ حلومة. حلومة قالك تعمل الزرابي وكذا. فريق الحار برافو، عندكم السويت لونتري والتحريشة مريقلين، مازال لنا الديسير والاديسيون، نكملوا هكا نجموا نفكوا الديسير ونمشيو للتعادل. كودي كان هو إتوال 707، إتوال 1 دياس كودي وصل في 5 ملايين ولا 3 ملايين على الديجيتال، و50 مليون زاد كيف كيف في الديسير. عندنا كود آخر، مطالبين الفريق الحلو والفريق الحار إنكم تطلعوه، نعطي مجموعة مؤشرات، ركزوا عندكم ثلاثة مرات الحق تقولوا لي توب ولا ستوب. عبد الحميد حاضر؟ حاضرين. جمال حاضر؟ ما الكود نتاع الخزنة يعني برشا لتونس وخاصة للبنزرتية، النومرو الأول موجود في اسم قناة تلفزية طليانية، النومرو الثاني تعرفوه كي تقولوا لا بالألمانية. ستوب. ناين ثمانية هكا جي ناين ناين تسعة وقناة الثانية معناها فين وقت مليون واحد واحد اي برك. اي عندكم اقتراحات؟ توب وصل. زوز ارقام لولانين فردية كي تجمعهم مع بعضهم يوليوا عدد زوجي، النمر الثالث والرابع كيف كيف، وهما شهر مقتبس من اسم امبراطور روماني. ستوب. تسعة واحد تسعة واحد ثمانية خمسة ثمانية خمسة برك خلي كمل هي هي ارجموا على شنو باش تحطوا حاجه باش تقولوا اقتراحات. هاي جر قلنا تسعه 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 فين فانا رقم المخ الثاني ناين في الثاني الثاني تسعه سيد المخرج في الرقم الثاني ب وبعد واحد واحد وين واحد الاولى اذا في الرقم الاول واحد في الاولى سيد المخرج دونك عندنا واحد تسعه هكا قلتوا دونك عندنا واحد تسعة توب خلي كمل ثلاثة نوامر الأولانيين نورمالمون كي تطلبهم في أي وقت يهزوا عليكم. الكود نتاع الخزنة هو تاريخ أول كأس إفريقية للأندية تدخل تونس في كرة القدم. 1987 خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انتهى التوقيت. اعطيوني الكود نتاع الكود فريق الحار. اعطيني الكود
1980 سيد المخرج يتحل الكفر والا لا يا مروان؟ ما يتحلش مهلوك 54 ما يتحلش الكفر بالرغم اللي معناه مشيتوا في ثنيه باهيه. دونك هنا عندنا رقم بركه غلط هو الاخرين واستعملتوا التوقيت الكل. دونك 1988 هو تاريخ اول كاس افريقيه للانديه تدخل تونس في كره القدم. دونك الكود نتاعنا هو 1988. الزوز نوامر الثالث والرابع قلنا كيف كيف وهما شهر مقتبس من اسم امبراطور روماني اوغوست. اوغوست حبيتكم كان استعملتوا خليتوا توب وستوب ما استعملتوهاش ما فهمتش علاش. عينا واحدة ما استعملناهاش. يلا ثلاثة أرقام من الكود صحاح كود بركة ما تحلش. أون توكا قربتوا برشا. فريق الحلو حاضرين؟ شنو حاضرين؟ الرقم الأول في الكود نبداو به الحساب. الرقم الثاني كيف تراه في المنام معناها باش تعرس على قريب والعياذ بالله. كيف نطرحوا الرقم الثاني من الرقم الاول نلقاو الرقم الثالث. عاد قلت لك الرقم الثالث نضربوا به المثل. ستوب ستوب ستوب. كيو بصوت عالي ما ينساش خلينا نسمعوا المشاورات تاع العرس هذه عمري ما سمعت بها. واحد شنو؟ للواحد الرقم الاولاني. الرقم الاولاني سيد المخرج رقم واحد. توب توب. عاد قلت لك الرقم الثالث نضربوا به المثل كيف نشبه شخص معين بالقطاطس. الرقم الاخر من الكود نقولوه كيف نحب ونشكروا عبد. زوز نوامر الاخرانيين تلقاهم كيف تقسموا 100 على 4 وديريكت تضربوها في 3. ستوب خذنا يا ولدي قطاطس وعروسات وهات بير حط فيه 3 من قلت لهم هذا اللي طلعها نعرف وين شيلوا انا بيت النوم على صعيبة نحب نروح. رانيا شنو تقترح؟ من الاخر 75 قولوا الطاقة خلي كم شنو هذا الرقم الثاني من الاخر 75 من الاخر 75 زوز نوامر الاخرانيين سيد المخرج 75 به هاي ما زلت لكم يقطع العرس ستوب ولا ستوب نكمل. زوز نوامر الاخرانيين تلقاهم كي تقسموا ال 100 على 4 وديريكت تضربوا في 3. كود الخزنه هو العام اللي تاسست فيه مدرسه صديقيه على يد خير الدين التونسي. يرحم والدي خير الدين يرحم والدي. هاي انت توقيت اعطيني الاجابه ولا كان باش تبدل ارقام ولا كان باش تعمل حاجه؟ اعطينا نمره اعطينا رقمك اهو كان باش تبدل 1875 1875 يا رب 5 زعما تتحل الخزنة يا ولدي اه تتحل برافو فريق الحلو ومش تعطي كور تعطي كور تعطي كور تعطي كور تعطي كور سبحان الله تعطي كور تعطي كور تعطي كور صارفين دم قلب حنا لونها روز. مروان ميرسي بوكو تصفيق على مروان من جاب حدايا مروان يعطي ساحة تصفيقة كبيرة عليه بالحق تصفيقة كبيرة عليه أمينو ميرسي مروان مبروك عليك إقامة لشخصين في نزل خيم جاردن من أداء روستيكا فواياج مبروك عليك مروان كنت متباري ممتاز ميرسي بوكو نورتي اليوم سلام على الجماعة باتويا رانيا في الفينال اتوال 707 اتوال 1 كود نتاع كويس حار في 50 مليون برافو لك وسفيان اليوم حليت الكوفر خذيت الديسير راني جاب حدايا في سكاش تعبنا سي وليد سخنطة للديسير تعبنا تعبنا هزل هزل شي مشروب هزل افرح بها افرح بها عرسلها هزل راني شاكك في جيبك وين جمعت الحبامات عوما
بسم الله بسم الله بسم الله. خاطش حاجة غادي ماكلة أكلة حاجة كذا أكلة بسمة. عبد الحميد جمال دبر راسك الله غالب. هم الأول خلاص أنا تربح الحقيقة. صدقني أول مرة يربح لطفي اليوم. والله أول مرة. والله أول ما يربح. يا ودي الراجل ندم على الميساج اللي بعده. قلت قلت سنة البر. لا والله هو عندك الحاج لؤي زوج. عندك لؤي. والله أمك الحاج لؤي دروينه هو. لا لا ماشي ماشي. شربت دوايا باش نرقد. ليك زينه ليك زينه يا خوخه. ليلتك سعيده جدا جدا. ويا الحمار الله يلعن ويا الحمار ويسودي بابا ريت خوخه ريت يا راجل كبير متصابي تو نتفقدك عقاب الليل بدل اسمه يا ابو قلب اي متصابي متصابي رانيا في فورما أيه. في طنجة وشربناه ايه مرحله الاخيره ما يجيش نوصلوا للعين وما نشربوش دوك عنا 10 أسئلة في تخلص كاش خويتي دبرنسك حاضرة خافش خافش أنا معاك توا احنا في أنا شهر شنو لونها الدورة الحمراء اللي في علم اليابان أقرب جارة لداركم شو اسمها؟ أنا هو أكثر اسم متاع نساء ما تحبوش اثنين مع فارماسي باللغة الفرنسية قديش فيها من حرف F في قصة علي بابا والأربعين حرامي قديش كانوا من حرامي في الغار شنو الإجابة متاع السؤال رقم 10 أنا هو أكثر برنامج تلفزي يعجبك في تونس أي إجابة أخرى بخلاف كويس حار نحسبها غلط كان انت ولطفي بندقة تبدلوا حياتكم بين بعضكم معناها انت تولي في بلاستو ولطفي بندقة يولي في بلاستك شنو يولي اسمك ولقبك وقت ما تحب رانيا ديسمبر احمر منجية بيا ثمانية فارماسي ما فيهاش اف 44 اربعة الحرامي 44 حرامي و هو شنو شديد قلت لي ديسمبر ديسمبر احمر حمراء منجية بايا بايا ثمانية اف وما فرنسي علي بابا علي بابا 40 حرامي 40 حرامي 41 هنا الاجابة غالطة الاجابة الثامنة هي لطفي بندقة الاجابة التاسعة كويس حار بياسور الإجابة العاشرة لطفي بندقة تسبيقة كبيرة على رانيا عنا إجابة 2 3 4 5 6 إجابات كل إجابة عنا 500 دونك نحسبوا مليون 2 3 ملايين برافو رانيا مبروك عليك 3000 دينار تسبيقة كبيرة على رانيا مبروك عليك 3 ملايين من هدية اتصال تونس مبروك عليك رانيا ميرسي بوكو نورت اليوم تسلم على الجماعة ميرسي لطفي نورت اليوم سوفيان تحية كبيرة ليك
عبد الحميد تحية كبيرة ليك. جمال ميرسي بوكو. رانيا تحية كبيرة ليك، نتلقاو الخميس الجاي مع شيك آخر في كويس حار. يمدكم زينة وباي باي.